حقانك أصبحت في باتل جراوند. إخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكل متابعي قناة أندرويد 18. إذا فعلا لن تصدقوا بأنها لعبة باتل جراوند، يعني أنا اندهشت لهذه اللعبة ولهذا أردت أن أشاركها معكم حتى تشاهدوا كل تفاصيل هذه اللعبة، ولمن أراد تحميلها أيضا فسوف يجد روابط التحميل أسفل هذا الفيديو. إخواني الحين هي متوفرة فقط بنسخة البيتا لأنها نسخة تجريبية، وممكن جدا يعني بعد بضعة أيام ممكن أن تغلق هذه البيتا وتزيل هذه النسخة التجريبية، فلمن أراد تحميلها أو تجربتها فما عليه أن سوى أن يحملها في هذا الوقت، وهذا كل ما في الأمر. إذا كما تشاهدون إخواني يعني كل صفات لعب باتل جراوند متوفرة في هذه اللعبة وفي هذه النسخة. الحين هي متوفرة أيضا سوى على المتجر الصيني، لأن اللعبة أصلها أيضا صيني كما تشاهدون. القفز الضرب يعني سوف أترككم في النهاية مع جيم بلاي خاص بهذه اللعبة حتى تشاهدوا، يعني حتى أنه الطائرة التي تنقل هاد اللاعبين سوف تشاهدون كيف هي وكيف شكلها. إذا أيضا كم أخبرتكم بها السيف زون، ويجب دخولك السيف زون. الأسلحة أيضا متوفرة، كل الأسلحة التي نشاهدها أيضا في ألعاب باتل جراوند مثل لعبة لوس أوف سرفيفل أو كنيف أوت، يعني كل الأسلحة سواء الام فور الاسام جي عفوا التومسون، كل الأسلحة الشوتجان كل شيء يعني متوفر في هذه اللعبة. إذا شاهدوا هذه هي المروحية، يعني لم أستطع حتى تسمية هذه المروحية. أيضا الجزيرة كما تشاهدون، يعني اللعبة صراحة اندهشت أنها متوفرة وأن هذه اللعبة موجودة حقا وهي من فئة ألعاب باتل جراوند موبايل. أوكي سوف نعمل نقطة من أجل النزول. شاهدوا النقانق في السماء تطير، وأيضا سوف تفتح المظلة. شاهدوا معي. بالنسبة للجودة إخواني هي مقبولة بشكل كبير جدا، ولكن صراحة أنا اندهشت من هذه النسخة من هذه اللعبة. كما أخبرتكم هي الحين بنسخة البيتا، ولهذا أردت تجربة هذه اللعبة يعني حتى أشاهد ما المميز إن كان موجود فعلا الشيء المميز، حتى أنه شاهدوا المظلة لست أدري. شاهدوا اوكي سوف جيد. اوكي لنرى ما الذي سوف ناخذ. كما اخبرتكم يعني حتى انه الاسلحه فعلا اوكي. واو 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 اف بي اي سلام، يعني هذه اللعبة صراحة هي للترفيه، يعني لست متأكد من أنكم سوف تقومون بتحميلها، ولكن على العموم أردت مشاركتها. واو هذا أظن أنه معه لاج. أوكي سوف نستغل الفرصة طبعا. أوكي قمنا بقتله، لكن إخواني يجب أن تتبعوا الخطوات التي سوف أشرحها في هذا الفيديو ولن تكون بشكل مطول. فقط كيفية تسجيل الدخول أو الدخول إلى هذه اللعبة وهي يعني بسيطة جدا، فشاهدوا معي. الحين أول مرة لما تفتح هذه اللعبة تقوم سوف نتجاوز هذه، ثم نقوم بالضغط على هذه الخانة من أجل كتابة اسم اللاعب، ودائما نحن سوف نختار ونكتب اسم القناة أندرويد 18 أين. أوكي ثم أوكي جيد. أوكي إخواني بالنسبة للشكل واللباس سوف يتغير معك في كل جولة، يعني الحين هو باللون الأزرق ولكن بعدين سوف يصبح اللون الأحمر، سوف يتغير بشكل أوتوماتيكي يعني.
ايضا اخواني ما اثار انتباهي هو ان هذه اللعبه يمكنك التحديث عفوا الكلام والتواصل مع اصدقائك، كما تشاهدون ايضا بها مود ديو ومود سكواد ومود سولو. يعني المود سولو سوف تدخل مع 100 لاعب. شاهدوا حاليا المود ديو والمود سكواد لم اقم بتجربتهما الحين، وكما اخبرتكم بها السماعات والميكروفون هذا من اجل التواصل مع ان كنت تود اللعب سواء ديو او سكواد. بالنسبة للأيقونة الصفراء يمين الشاشة هي من أجل عند الضغط عليها سوف تختار المود الذي تود اللعب به، ثم تقوم بالنقر عليها وسوف تأخذك مباشرة إلى العد التنازلي من أجل الدخول في اللعب وفي الباتل أيضا. الحين لن أطيل عليكم في هذا الجيم بلاي لأني كما أخبرتكم يعني اندهشت فعلا أن هذه اللعبة سوف تطرح لأنها حاليا بنسخة البيتا، وكما أخبرتكم من أراد تحميلها فليسرع لأن نسخة البيتا كما يعلم الجميع هي مرخصة يعني مدة زمنية وسوف تزال يعني إلى أن تصدر النسخة الرسمية، فلهذا من أراد تحميلها فسوف أجعل روابط التحميل أسفل هذا الفيديو. بالنسبة لنظام الآيفون إخواني اعذروني الحين هي غير متوفرة. أما الآن فسوف أترككم مع بقية الجيم ولن يكون بشكل مطول، فقط حتى تشاهدوا تفاصيل هذه اللعبة يعني لا أكثر ولا أقل، بعض السيارات والأسلحة وهذا كل ما في الأمر. المهم إخواني إن أعجبك الفيديو كالعادة أخي لا تبخل علي بالضغط على زر اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس، وهذا حتى تتوصل بكل جديد الفيديوهات. أما الحين ففرجة ممتعة وإلى اللقاء، سوف نلتقي في شرح وحلقة مقبلة بحول الله. فرجة ممتعة وإلى اللقاء.